مفترض لما حضرتك تعمل جراحة الغضروف يعني تشيل الغضروف مفترض انه ما يرجعش تاني، لكن هو بيرجع تاني. مفترض انك لما تعمل عملية توسيع قناة النخاع الشوكي ان هي تفضل واسعة، لا ممكن تضيق تاني. ان حضرتك لما تعمل جراحة بالمنظار والميكروسكوب ان ما يحصلش تليفات، ممكن يحصل تليفات. تمام؟ طيب فانت عندك المضاعفات، ايه هي العملية؟ ممكن حضرتك ترتاح ولا ما ترتاحش، ممكن حضرتك الألم يرجع تاني والغضروف يرد تاني، ممكن حضرتك انك دفعت فلوس وراحت عليك، حضرتك بعد عملية الغضروف اعمل حسابك على شهرين لست شهور نايم في البيت ما بتروحش الشغل عشان الأوهام اللي بتتقال، انت هتعمل العملية وتقوم تنط، هتعمل العملية وتجري، هتعمل العملية وتطلع الجبل، الكلام ده مش صح. تمام؟ هي دي المضاعفات وانت مسؤول. انا قلت لك خلاص انا ما بعملش جراحة بس بفهمك كل الحاجات دي. ممكن تحصل تليفات والتصاقات، ممكن يحصل تزحزح فقاري. تمام. واحد هيجي يقول ايه؟ طب ما نلغي العمليات خالص. لا ما ينفعش تلغي العمليات خالص، لان العمليات دي للمريض اللي عنده شلل، فما ينفعش عشان حضرتك الدكاترة بتستغلها غلط يبقى مريض هيتشل وما نعملوش عملية. لا هيتعمل له عملية ويجي له تليفات ويجي له وجع بس انت انقذته من الشلل، فما ينفعش تلغي علاج. المهم انك تختار العلاج الصح. تمام. واحد تاني هيتسحب من لسانه لان في السنة الحادة دي، يقولك وانا هستنى اما يحصل شلل وبعدين اعمل عملية. عايز تفهمها؟ انت عايز تفهمها ان حضرتك لو قاعد في البيت بتاعك في الدور التالت والبيت ولع، فقلنا لك لما البيت يحصل فيه حريقة نط من الدور التالت، تقوم انت تقول ايه بقى يا زكي؟ هو انا هستنى اما الحريقة تحصل؟ لا انا هنط من الدور التالت. هو ده بالظبط التشبيه، انك تقول هو انا هستنى الشلل، انا هروح اعمل عملية قبل ما يجيلي شلل. هو بالظبط كأن حضرتك بتنط من الدور الثالث قبل ما الحريقة تحصل. مفهومة؟ وصلت المخ؟ عشان في ناس كتير بسمعها بتقول الكلمة دي، وانا هستنى ما يحصل شلل. استنى ما يحصل شلل ولما تعمل العملية هتخف من الشلل وهيجيلك تليفات و و و، بس ساعتها هنقول احنا موافقين، المهم ان الراجل ده انقذنا من الشلل. خلاص كده يبقى العملية ليها دور، مش العلاج ده وحش الغيه يا عم، الغيه من الكتب، ليها دور. طيب شفط الغضروف برضو ممكن يرجع تاني ويحصل تاني، وكل الكلام ده ما بتقلكوش طبعا، ويروح عليك فلوسك وان انت ما تخفش، بس مش هيحصل تليفات، يعني هيحصل لك كل ده وتزحزح فقاري والغضروف يرجع تاني في شفط الغضروف، بس مش هيحصل لك تليفات. الشرايح والمسامير هيحصل لك كل المضاعفات دي وزياده عليها، ان ممكن يحصل التهاب في مفصل الحوض الخلفي. وانا جالي مريض، يعني ايه المفروض ان الجراح اللي بيعمل تثبيت في الفقرات يقول للمريض انت غالبا هيجي لك التهاب في مفصل الحوض الخلفي وده شيء طبيعي بعد الشرايح والمسامير. المفروض يقول للمريض كده. ممكن يجي لك بعد 20 سنة، ممكن يجي لك بعد 10 سنين، ممكن يجي لك بعد اسبوعين، ممكن يجي لك بعد 3 اسابيع. طب ليه نقول للمريض ما نستنى ما يحصل؟ لا، لانه غالبا بيحصل. فما دام هو غالبا بيحصل المفروض نقوله للمريض، لان انا جالي مريض عامل تثبيت فقرات والراجل جاي حاسس ان الدنيا فشلت وان هو انهار منهار. فقلت له ده انت عندك التهاب في مفصل الحوض الخلفي، هنحقن المفاصل دي وخلاص وما تقلقش وده طبيعي بعد التثبيت. قال لي يعني ده طبيعي؟ طب الدكتور ما قاليش ليه؟ قلت له يمكن ما حبش يقلقك. قال لي لا، ده هو لو كان قال لي ما كنتش انا قلقت. فاحنا دايما البيضه والفرخه، المريض هو اللي غلطان ولا الدكتور اللي غلطان؟ الدكتور شايف ان المريض مش لازم يفهم، والمريض المفروض انه يفهم، والمريض مش عايز يفهم، والدكتور اللي بيشرح المريض ما بيفهمش، والدكتور اللي ما بيشرحش المريض نفسه يفهم، واحنا عمالين بنلف حوالين بعض، بنلف حوالين نفسنا، ولا يوجد اي حوار مشترك بين الطبيب والمريض، لا المريض عايز يفهم ولا الدكتور عايز يشرح له.